السلام عليكم الاخوان. بغيت نقول لكم الحسنه في، لان بزاف ديال الناس كانوا كيقولوا لي عملنا حسنه في حسنه في. في هذا الفيديو هذا غادي نوريكم الحسنه في كيفاش غادي تجي من هنايا متلته من هنايا في شي حاجه واعره بزاف وحشاح واعر بزاف. راقبوا معنا هذا الفيديو هذا. غادي نتراسيو الزيرو ديالنا، غادي نعملو زيزوار من تحت الاخوان. راقبوا معنا باش غادي نشرح لكم كلشي وغادي نفهمكم مزيان. الناس اللي كتقلب الماكينه التراسي هيدا الاخوان راه غلط كبير هذا، حاول ما تقلبش الماكينه والتراسي. فين الخط ديالك مزيان بهذه الطريقه هذه. سالي من اتجاه غادي ندورو اتجاه اخر. لاحظوا معنا في المرايا، لاحظوا معنا في المرايا، شوف في كيفاش جات الاخوان. غنكونوا سالينا في ديالنا الاخوان بهذه الطريقه هذه، وغادي نعملوا كوتشيه من تحت الاخوان، وغادي نخليو واحد الخط صغير ما بين الزيرو ديال الماكينه باش نوريكم كيفاش غادي طيح. غنكونوا ضربنا كريمه ديال الزيزوار الاخوان، وغادي نوريكم كيفاش غادي نحيدوا الزغب بهذه الطريقه هذه. وحطوا معنا، حاول ما طلعش بزاف غير في هذا النيفو هذا. المهم غادي نزول غير هاد الاتجاه هذا باش ما نطولش عليكم باش نشرح لكم مزيان. صافي هاد النيفو هذا مشيو معاه كامل الاخوان. راقبوا معنا، غادي نساليو الزيزواره الاخوان، غادي نطيحو ديك الخط اللي بقى ضعيف، غادي نطيحو بهذه الطريقه هذه. غنكونوا سارينها، كان الخط ضعيف بزاف ولكن ضروري خصك تزيد حتى واحد الاناقه يعني واعره بزاف، كتزيد تفينيها بالزيزواره. انا نوريكم كيفاش غادي تفينيه. هذه هي الحلقه ديال في الاخوان اللي بزاف ديال الناس كانوا كينتظروها في. كما عملنا في اتجاه اخر، غادي نعملوا هذا الاتجاه هذا. دابا راقبوا معنا كيفاش غادي نعملوا بالموس، نطيحوا ديك الخط اللي بقى ضعيف، نطيحوا ديك الخط اللي ضعيف قناه الاخوان غير بالراس ديال الموس. حطوا معنا الخط ديال الموس ما بقاش، دابا بحال اللي كاينه غير الخط ديال الزيرو فقط. غنكونو سارينا الموس الاخوان، راقبوا معنا كيفاش غادي نطيحو هاد الخط ديال الزير. اول خطوه غادي نعملوها، غادي نعملو زيرو ونص الاخوان، غادي نطلعو بهاد النيفو هذا اللي عاملين. الاخوان بغيت نقول لكم واحد الحاجه مهمه بزاف 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 قبل ما تشوفوا الفيديو. غادي تشوفوا فيا انا الاخوان، راه عندي لاشين ديالي الثانيه الاخوان صالون بدرو بلس، بغيتكم تدخلوا دابا في صندوق الوصف او لاول كومونتير غادي تدخلوها، بغيتكم توصلوها اكبر عدد ديال المشاهده واكبر عدد ديال الفولورز. دابا الاخوان دخلوا واجي كمل الفيديو. يلا الاخوان كنبغيكم كاملين، وبغيت نقول لكم حاجه ثانيه، دوزنا عندي الانستغرام صالون بدرو بوان 40 باش نكملوا 10000 فولو في الانستغرام عاوتاني. يلا الاخوان دابا دخلوا هادشي هذا وكملوا الفيديو ديالكم، ما تنساوش تخليو لنا واحد لايك واحد كومونتير واحد بارطاج الاخوان، وكمل الفيديو ديالك حيتاش يوتيوب عنده واحد القانون، الا كان لي لايك بزاف وكومونتيرات بزاف كيطلع فيديو عند الناس جداد الاخوان وكيتفرجوا الفيديوز ديالنا والناس كتستافد.
غادي نفينيو الزيرو ديالنا مزيان الاخوان، حاول تفيني الزيرو ديالك بالطريقة هذه. الطريقة هذه مشي معها كاملة وفين الزيرو ديالك مزيان، زيرو ونص عفوا، فين الزيرو ونص ديالك مزيان. بغيت نقول لكم الاخوان اي حاجة بغيتوها انا بدي خصني نعرف المشاكل اللي عندكم الاخوان، الاغلاط اللي كتعملوهم، الحاجات اللي باقي ناقصين فيهم بزاف، بغيتكم تقولوا لي في كومنتيرات باش نعرف الاغلاط اللي كتعملوها نتوما باش نصحوا الاغلاط مع بعضيتنا في كومونتيرات. يعني قول في كومونتير اي حاجه اللي ما عرفتيهاش باش الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي نقرا كومونتير ونعد لكم فيديو جديد. دابا نكونوا سالينا 0.5، اتراقبوا معنا شنو غادي نعملوا مور 0.5. غادي نعملوا جوج صغيره الاخوان وجوج ونص صغيره. هذه اول حاجه غادي نعمل جوج ونص صغيره، غادي نزول الكثافه ديال الشعر اللي كاينه في الجناب بهذه الطريقه هذه. ما غاديش نكمل الدوره اتجاه اخر، غادي نعمل جوج وغادي نكمل هنايا عاد نمشي اتجاه اخر، ما بقاش نمشي ونرجع نمشي ونرجع باش نستغرق الوقت الطويل بزاف. يعني حاول يعني باش ما تبقاش تعطل في الراس ديال الكليان، الناس اللي عندها مشكل يعني في التعطيل ديال الراس ديال الكليان بهذه الطريقه هذه ما بقاش عندك تعطيل في الراس ديال الكليان، يعني غادي تسالي دغيا الكليان ديالك. ولا حسب الناس اللي كتسقسيني فين عندك محل اولا شمن مدينتنا، انا في طنجة الاخوان في الزموري واحد، اللي بغى يجي عندي مرحبا بها الاخوان على الراس والعين، وبغى يسقسي شي حاجة بغى لوكاليزاسيون راه كاينة في الانستغرام، كاين النمرة ديالي في الانستغرام، مرحبا بكم في الانستغرام عندي هو صالون بدرو بوان اربي. غنكونو سالينا جوج ونص صغيرة، غادي ننتقلو اتجاه اخر. ها هي جوج ونص صغيرة، مورها غادي نعمل جوج باش ما نستغرقش الوقت طويل بزاف. نفس الوقت هنا جوج ونص، مورها غادي نعمل جوج. يلا الاخوان غادي نكونوا سالينا سالينا جوج وجوج ونص صغيره. بغيتكم قبل ما نبدا دابا غادي توقف الفيديو وغادي تهود من الكومونتير تقول لي شني غادي نعمل مور جوج وجوج ونص صغيره، شني مورها باش نعرفك واش كتستافد من عندي ولا لا. يلا دابا قلتي واحد اولا واحد ونص، راه الطريقه ديالك صحيحه الاخ الا كنتي كتبتي هادشي هذا، اولا الاخت اللي كتفرج راه كاينه حتى يعني البنات راه حتى هما كيتفرجوا الحلقه الاخوان باش تكونوا في بال ديالكم، راه كاينه بعض البنات كيتعلموا الحلاقه، وتحيه ليهم اولا الدراري من هذا المنبر برافو ليكم. هي واحد ونص، لاحظتوا معايا عملت واحد ونص ما بقاش الخط ديال زيرو ونص ضعيف، غادي نزيد نعمل واحد. ودايما راقب المرايه باش تشوف الديفوس اللي كتعمل، الحاجات اللي باقي ناقصين كتزيد تفينيهم من المرايه. غنكونو سالينا واحد ونص من الاتجاه، غندورو لاتجاه اخر. غنكونو سالينا من هاد الاتجاه هذا واحد وواحد ونص، راقبوا معنا شني غادي نطيحو هاد الخط ديال الزيرو.
اخوان غادي نعمل 0.25. دابا الناس اللي ما راقبتش فيديو في الاول، كاين بعض الناس ما كتراقبش فيديو في الاول، غتقول لي علاش ما عملتي 0.5؟ راه عملت 0.5 هي اول خطوه اللي عملتها، غادي دابا نعمل هي 0.25 ديريكت بهذه الطريقه هذه. وغادي نعمل شويه 0.5 ضروري، حيتاش ملي كنعمل 0.25 كتجي بعض المرات واحد الخط ضعيف، كتحسك ضروري تزيد تفين. لا فايده، غادي نعمل 0.05 عفوا، لاحظتوا معنا كيفاش تفينات الحسانة. بغيتكم تعدلوها بحال هيدا وتنزلوها في ستوريز ديال الانستغرام وطاقيوني الاخوان باش ننزلها عندي انا في ستوري ديالي. يلا الاخوان دوزون عندي كاملين انستغرام كاملين، يلا الدراري هجموا عليا بالاسئلة ديالكم والتصاور ديالكم والفيديوهات ديالكم اللي كتعدلوا الناس ديال كويبا. كنا سالينا الاتجاه هذا، غادي ندورو الاتجاه هذا الاخوان كيما عملنا اتجاه اخر، غادي نعملو هنا اتجاه كيما عملنا اتجاه اخر، غادي نعملو هنا اتجاه 0.25. دابا عملت 0.5 كنخطف يدي، حيتاش ملي كتعمل 0.25 كيبقى واحد الخط. غيب الراس ديال الماكينة باش كينحرف ديك الخط هذاك، كيرجع مضبب مزيان، كيبقاش ديك الخط. لاحظتوا معايا؟ اخوان باقي غير هاد الاتجاه هذا وغادي نكونو سالينا الحسانة ديالنا. عملت 0.25، إذا عملتي 0.25 بقى واحد الخط غادي تعمل تقريبا 0.1 صغيرة. ها نكونو سالينا الدرجة ديالنا، راقبو معنا غادي نعملو الكويبا وغادي تشوفو فين نوصل.